مفيش غيرك يا حضرة النبي، مفيش غيرك هنقدر نعيش معاه ونفضل ندوق حلاوة إن إحنا في حضرة مولانا إلا أنت يا رسول الله. يا رسول الله، إحنا في الحقيقة فرحنا بيك بيعطينا معنى إن السعادة معنى حقيقي في حياتنا. إحنا بنفرح بيك يا حضرة النبي عشان الفرح بيك عبادة، والفرح فيك يخلي الحياة السعادة فيها حقيقة وليست وهم. إحنا بنفرح بيك عشان نعرف إن السعادة عبادة، وإن السعادة عبادة معاك ومع أنوارك يا حضرة النبي. يا رسول الله، إحنا نفضل نفرح بيك ونفضل نجدد حياتنا. وبعد الفاصل هنتكلم إزاي هنتولد من جديد، وإزاي هيبقى ميلاد حضرتك هينكس عندنا الأصنام، وكمان هيطفئ النيران، وكمان يتصدع الإيوان، وهنا يتنور الإنسان بأنوار النبي العدنان فيدخل في حضرة الرحمن. بعد الفاصل نلتقي بيكم مع أنوار حضرة النبي، ونفضل غرقانين في أنواره وكمان في حضرة مولانا سبحانه وتعالى.